نشر نحو 2000 جندي لحفظ السلام في إقليم ناغورني كاراباخ وسط مؤشرات على صمود وقف إطلاق النار الذي وقعته أذربيجان وأرمينيا بإشراف روسي، وأنهى الاتفاق معارك دامية استمرت نحو 6 أسابيع. ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق وتعهدت بالعمل مع جميع الأطراف المعنية على دعم تطبيقه. قوات حفظ السلام الروسية تشد الرحال إلى إقليم كاراباخ. مهامها ستبدأ فور انسحاب القوات الأرمينية من نقاط الانتشار المتفق عليها. هكذا أصبح لموسكو وجود عسكري في إقليم لم تكن موجودة فيه، وهو ما يبدو نقطة رئيسة جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية الروسية مختلفا عن الهدن السابقة، تلك التي لم تصمد أمام دوي المدافع. الاختلاف المهم الآخر هو ما أعلنته موسكو من أن فرنسا والولايات المتحدة لم تشارك في وضع مسودة الاتفاق، رغم أن هاتين الدولتين وروسيا ترأس مجموعة مينسك المشكلة قبل 3 عقود لإيجاد حل سلمي للصراع في كاراباخ. الأمم المتحدة التي نص الاتفاق على دورها في ملف النازحين أبدت ارتياحها، كما قال المتحدث باسم أمينها العام. الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي رحب بإعلان وقف إطلاق النار وأعرب عن أمله في أن ينتهي إلى تسوية شاملة. أما تركيا وهي طرف محوري في معادلة كاراباخ بدت متفائلة. وزير خارجيتها عد ما جرى انتصارا لأذربيجان. سنواصل الوقوف مع أذربيجان، إن هذا الاتفاق نجاح كبير وانتصار لأذربيجان. لقد تم تحرير الأراضي التي كانت تحت الاحتلال لمدة 30 عاما. ترحيب بعض الأطراف الدولية ووجود القوات الروسية وما يمكن أن تسهم به دول الجوار أجواء جديدة في إقليم نزاعه قديم، والفترة المقبلة ستكشف ما إذا كان الجديد قادرا على خلق تغيير حقيقي. من طرطر ينضم إلينا موفدنا إلى هناك عدنان جان. عدنان، إذا القوات الروسية وصلت بالأمس، هل بدأت بالفعل الانتشار على الأرض وكيف تبدو الأوضاع في إقليم كاراباخ عندك؟ نعم نضال، المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بأن فعلا القوات الروسية بدأت بالوصول إلى محيط إقليم كاراباخ، لكن حتى هذه اللحظة ليس لدينا أي أنباء تشير بانتشار هذه القوات في خطوط التماس بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني. بحسب المعلومات هنا في أذربيجان فإن انتشار القوات الروسية سوف يبدأ بعد انسحاب القوات الأرمينية من المناطق التي تم الاتفاق عليها، ومن ضمنها معبر لاتشين الاستراتيجي الذي سوف يتم تسليمه للقوات الأذربيجانية في الأول من ديسمبر كانون الأول المقبل. أيضا مدينة أغدام أيضا سيتم تسليمها للقوات الأذربيجانية في 20 من هذا الشهر، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تم الاتفاق عليها. وقوام القوات الروسية المتوقع انتشارها في خطوط التماس بين الطرفين يصل إلى 1960 جنديا، بالإضافة إلى 90 مركبة عسكرية. هناك حديث صدر بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان وبوتين يوم أمس. المصادر الأذربيجانية هنا تتحدث بأن تركيا سوف تشارك في قوات حفظ السلام في إقليم كاراباخ. طبعا تواجد القوات التركية لم يكن موجودا في بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، لكن أذربيجان تصر على أن تكون تركيا حاضرة في هذه القوة وفي مركز المراقبة الذي سوف يتم إنشاؤه في إقليم ناغورني كاراباخ خلال الفترة القليلة المقبلة. وبالتالي الأصداء هنا في أذربيجان كانت إيجابية إلى حد بعيد عقب توقيع الاتفاقية هذه و
أنا أتواجد الآن في مدينة ترتر نضال، وهذه المرة الأولى التي ندخل نعم. فيها نعم. هذه المدينة دون ارتداء الستر الواقية، حيث كانت ترتر من أكثر المناطق خطورة وتعرضا للقصف من قبل القوات الأرمينية، وقد بدأت الحياة هنا في هذه المدينة تعود رويدا رويدا، والسكان المدنيين بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعد التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار. شكرا لك عدنان جان، مفدنا إلى ترتر بإقليم كرباخ بأذربيجان. كنت